إذا كان هذا التقرير الأول حول الوضع الاقتصادي في البلاد وأهم الحلول ربما اللي اقترحها ربما سواء رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد أو أطراف المجتمع المدني. سي سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، هات نحكيه الآن حول تشخيص هذا الوضع الاقتصادي ونحكي مع المواطن. نحن في أين النقطة الآن؟ حتى ما نكبرش الحكاية ياسر كيف حتى ما نهمشهاش ونقول والاقتصاد الأمور منظمة، يبدو الأمور فما أزمة اقتصادية، كيف تشخص الوضع الاقتصادي اليوم في البلاد؟ يعني في تقديري من الواضح أن تونس تعيش أزمة اقتصادية خانقة، وهالأزمة هذه هي لم تكن وليدة اليوم وإنما هي امتداد لتبشير فشل منوال تنموي قديم ثبت فشله على مستويات الاقتصادية والتنموية وحتى الاجتماعية، واللي أفرز ثورة 17 ديسمبر اللي جات من أجل القطع مع هذه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. بالتأكيد بلاد خارجة من ثورة واستحقاقات ثورة وتداعيات ثورة، كان يفترض في مرحلة انتقالية أن تكون هناك ملامسة حقيقية لأمهات القضايا، معناها الأساسية اللي هزت المجتمع متاعنا واللي رئيسيا هالقضايا هذه المتعلقة بمسألة التنمية، الخيارات الاقتصادية، أي اقتصاد نريد، ما هي طبيعة هذا الاقتصاد، ما هي القوى المستفيدة من منوال تنموي معين. هذا كان يفترض وأنه تصير فيه معناها توافقات اللي أشار لها في التحقيق اللي ذكرتوه معناها وزير المالية اللي قال بما معناه حصل التوافقات السياسية للخروج من الأزمة السياسية، ويفترض أن تكون هناك توافقات على المستوى الاقتصادي للخروج من هذه الأزمة. هذا ما صارش، اللي صار دخلنا في مرحلة متاع تجاذبات واستمر نفس المنوال ونفس الخيارات القديمة ممتدة من الماضي إلى المستقبل، وهذا ما أثر على أولا مصداقية القائمين بالشأن العام أي الشأن السياسي في علاقة بخيار الثورة واستحقاقات الثورة وأبعاد هذه الثورة. ثانيا أنه الميكانيزمات هذا الاقتصاد اللي مبني على معناها الاستثمار الهش اللي القطاع الخاص حقيقة اللي كان يفترض وأنه يقوم بدور هام وهام جدا، وهنا يمكن تو نفتحوا عديد من الأقواس لتبيان شنو الأسباب والمعوقات اللي خلت القطاع الخاص غير قادر على مواكبة نسق اقتصادي وفقا للخيارات المطلوبة. يضاف إلى ذلك التجاذب السياسي اللي حصل باعتبار غياب التوافق معناها السياسي الاقتصادي، طبيعة وحدة الرؤية في أمهات هذه القضايا، اجعل معناها من المرحلة الانتقالية ومعناها التداعيات اللي حصلت في علاقة بالشارع التونسي بالعاطلين العمل اللي العدد متاعهم تقريبا تضاعف معناها من 500 ألف إلى ما يناهز 900 ألف معناها عاطل عن عمل، وإذا كان سلطنا المجهر على طبيعة هذه معناها القوى العاطلة على العمل تو نشوفوا وأنه في حدود 300 ألف من خريجي الجامعات التونسية، أي قوى معناها تاع كفاءات اللي كانت تنجم تكون قادرة على إحداث النقلة النوعية في مردودية العمل ومعناها الإنتاجية العمل، خاصة وأن عندنا عقلية معناها اللي تغيب فيها عقلية التأطير معناها في المؤسسات الاقتصادية. هذا الكل خلى الأزمة خانقة، والأكثر من ذلك ما كانتش فما هناك شجاعة ولا جرأة من القائمين على الشأن السياسي أي الحكومة، خلينا نكون أكثر دقة ووضوح، معناها ما كانش عندها الشجاعة باش تقول راهو الوضع معناها صعب والوعد معناها الاقتصادي رحنا نمر بالأزمة. لا، إلى آخر معناها فترات معناها التجاذب السياسي وإحنا نتحدث على إنجازات وعلى فهمتني مكاسب وعلى خيارات وكذا، وهذا اللي زاد أربك. اليوم مطلوب خاصة من الحكومة السيد المهدي جمعة اللي هي غير معنية
معناها أو هكذا يفترض أن تكون، غير معنية بالاستحقاقات السياسية والانتخابية، أن تصارح شعبنا بكل الحقائق حتى تكون الصورة واضحة وليعي الجميع معناها خطورة الموقف، ولينكب الجميع على مائدة حوار وطني جامع وشامل لإيجاد المقاربات والخيارات والحلول العاجلة على الأقل. سنعود التفاصيل وما بعد قليل، كما قلت أنت نفتح أقواس مهمة في الوضع الاقتصادي. سي محمد زروق مرحبا بك. سي سمير ربما عمل رؤية عامة للوضع 3 سنين وما قالت إليه المساء الآن بعد هذه الثورة، منظمة الدفاع الوطني كيف تنظرون الوضع الاقتصادي الحالي بأدق تفاصيله اللي مربوطة بمعيشة المواطن وبشهريته وبوضعية البلاد عموما؟ والله المنظمة والمستهلك عامة في حيرة من أمرنا، نحن في حيرة من أمرنا، نحن متخوفين، عندنا تخوف كبير على 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 مستهلكينا في جميع طبقاتهم. لكن أنا اليوم نحب قبل ما نبدأ نحكي في الموضوع هذا، نحب اليوم الخبر اللي جانا نتاع اللي صرح به السيد وزير المالية هو تنقيص نسبة النمو اللي كانت 4% إلى 2.8%، هذا محبط للأمانة، هذا محبط كثير، هذا زاد باش يزيد يصعب علينا العيشة، على أساس اللي باش يزيد ينمي نسبة التضخم وباش يزيد ينمي المؤشر العام السالك العائلي، على أساس ما فماش خلقان ثروة، دونك فما ميزانية كبيرة باش تحط، فما سيولة كبيرة باش تحط في البلاد، والنمو خلقان الثورة باش يقعد ناقص، وهذا مستوى نتاع 2018. احنا هنا نتسالوا بلا حق، نعرف الصندوق النقدي الدولي هو كان فاعل وكانت القرارات نتاعو كان الراي نتاعو مسموع، لكن هذا شأن كبير، احنا ما نرضاوش ب 2.8 هي النسبة نتاع 2018، هذا لا ينجم يحل مشكلة البطالة، ولا ينجم يحل مشكلة التنمية اللي العباد الكل فهمها محلولة، وهذا نحن بالنسبة كمستهلكين باش يزيد ينمينا ويرفعنا في نسبة التضخم، مالغري نسبة التضخم اللي نحن مش موافقين عليها راهي عالية كبير، وهي السبب الأولاني في تردي ونقصان الطاقة الشرعية. ما حاجة ثانية اللي مشدت انتباهنا هي الزيارة اللي قام بها السيد الوزير الأول المؤقت سي مادي جمعة إلى الجهات اليوم إلى جندوبة اللي فيها نسبة إنجاز 10%، وهنا كيف فما نقطة استفهام كبيرة، دونك فما نسب النمو نقصت، النمو الاستثمار الداخلي نتاع القطاع الخاص محتشم للامانه نقولوها. نعم. القطاع العام المؤسسات العموميه كل تشكو حاله مزريه تاع افلاس للامانه، القطاع العمومي هنا مازال فما عندنا امل واحد هو القطاع العمومي اللي باش يكون هو المحرك نتاع الاستثمار خاصه في المناطق الداخليه، في ضوء زاد اللي الاستثمار الخارجي للامانه ما نعملوش عليه ما دام التصنيف الائتماني نتاعنا ما طلعش دونك ما فماش الاهداف نتاع الاستثمار الخارجي باش تكون ضعيفه، الاهداف نتاع الاستثمار الخاص ايادي مرتعشه مش قاعد نشوف فماش رؤيه اللي فما استثمار كبير، الاستثمار العام والمؤسسات العموميه كيف عندها مشاكل، قعد الا الاستثمار العمومي لازم اليوم اللي صار قبل نتاع نسبه انجاز 10% و15 لازم اليوم، ونحن كان فما حاجه نقولوها اليوم، الدستور اعطى للجهات أعطاهم هي فصول ثورية للأمانة نقولوا تمييز إيجابي معناها. اليوم شوف اليوم هو صرح به، سمعته أنا سي مادي جمعة اللي قاعد يخدم فيه 15 ساعة في النهار، سمعته قيد واحل علاش الفصول هذيك ما تهبطش القوانين يفعلوا يدخلوا المجتمع المدني ويحطوا المجالس الاستثمار تنتخب، هذا العمل الصحيح خاطر الجهات على خاطر ما نجموا نحققوا نسبه 80-90% من نسبه انجاز ميزانيه التنميه اللي هي يمكن الملاذ الوحيد اليوم اللي باش تعطينا نقط نتاع نمو، هو لازم نحطوا القوانين نحطوها وندخلوا المجتمع المدني ونعطيوا الجهات امورهم بديها للامانه نقولها لك. هذا يمكن ياخذ شويه وقت، به اعود اليك بعد قليل. سي رضا اشكندالي خبير اقتصادي، توا الاخوين اللي كانوا يتكلموا ليسوا بخبراء ولكن ملتصقين بالحياه الشارع، منظمه الشغيله او كذلك منظمه الدفاع المسالك، بالارقام والمعطيات اليوم تونس في انا وضعيه اليوم؟ هل قلت انا من الاول في تقديم الموضوع يا صعب يا كارثي او خطير، كخبير اقتصادي بالارقام والمعطيات اين نحن اليوم من وضع اقتصادي في البلاد؟ شكرا. انا
لا أميل إلى استعمال هذه الألفاظ بصراحة. يعني كخبير اقتصادي لابد أن نطرح المسألة في إطارها. يعني أي حكومة هي تشتغل في ظل مناخ داخلي وخارجي. أعتقد لابد أن نفهم ما هو هذا المناخ الداخلي وما هو هذا المناخ الخارجي. يعني عندما نرجع إلى التاريخ الاقتصادي في تونس ونريد أن نقارن الوزراء مثلا الهادي بن ويرا الذي نجح بامتياز ومحمد مزالي الذي لم ينجح، ولكن الظروف ليست هذا وذاك. يعني الهادي بن ويرا الله يرحمه إذا كان جاء في نفس الظروف طيب محمد مزالي ربما لا يحقق تلك الأرقام التي حققها في السنوات السبعين. المحيط الداخلي يعني هناك في سنة 2013 خاصة يعني بعد الثورة هناك انسداد الأفق السياسي الذي أعطى يعني الحرية التامة لمؤسسات الترقيم العالمي لتخفيف الترقيم السيادي لتونس. هناك تنامي ظاهرة الإرهاب، هناك التهريب الذي ضرب أساسا التبغ والمحروقات وهما يعني مصادر هامة للأداءات بالنسبة للدولة. هناك أساسا اهتزاز ثقافة العمل التي جعلت من المؤسسات العمومية غير قادرة على فرض القانون، شركة فوسفات قفصة كذلك يعني غير قادرة على استخلاص الأداءات يعني القبضات المالية، هناك مشكل كبير جدا في استخلاص الأداءات. يعني المحيط الخارجي كذلك لم يكن مهيئ هو الآخر، هناك ركود اقتصادي في أوروبا، هناك انهيار يعني قيمة الدينار تجاه العملات المركزية يعني اليورو والدولار. ونعرف احنا في تونس ان السيسمير تكلم على المنوال القديم وله الحق في ذلك، يعني هذا المنوال الذي جعل من تونس اقتصادا هشا مقارنه بالاقتصاديات مقارنه بالشركاء التجاريين يعني فرنسا المانيا وايطاليا. يعني الحساسيه الاقتصاد التونسي تجاه اوروبا 0.6، يعني لما ينخفض النمو في تلك البلدان يعني النمو الاقتصادي ينخفض. ولكن عندنا مثل يعني شعب يقولوا شوية من الحنة وشوية مرتبة لدين، يعني كذلك يعني في هذا الإطار لابد أن تكون هناك سياسات اقتصادية قوية لبلوغ أهداف معينة. أولا ليست هناك أهداف، ليس هناك مخطط اقتصادي لأول مرة في تاريخ تونس، يعني ليس هناك وضوح الرؤية. كيف تريد من المستثمر أن يكون واضحا في ويستثمر عندما تكون الدولة ليس لها مخطط، ليس لها رؤية واضحة؟ يعني الدولة في المدى القصير لها سياستان، السياسة النقدية التي قالوا أنها تستهدف التضخم المالي ولكنها لم تستهدف التضخم المالي رغم المنحى الانحداري لهذا التضخم والذي وصلنا إلى حدود 5.5% في المجمل، لكن في المواد الأساسية يعني التغذية والملابس وتشابه ذلك يعني فوق المعدل يعني في 7.6%. هناك سياسة جبائية وهذا الأخطر حسب رأيي، يعني سياسة جبائية أعتقد أنها ليست لها لون ولا رائحة، تستهدف التوازنات ولكن ليست لها أهداف اقتصادية واضحة. هي ترتكز على الديون، هي ترفع من نفقات التصرف، هي تخفض من نفقات التنمية. أنا أقول هذا الكلام لأني أحلل الأرقام الاقتصادية بالنسبية وليست بالأرقام المطلقة، وهذا الخطأ الذي وقع فيه العديد من الاقتصاديين في تونس. عندما نحلل الأرقام نحللها بالنسبي وليس بالمطلق. أعتقد أنه لما ننظر إلى ميزانية الدولة في سنة 2013 يعني أعتقد أنه المشكل الكبير وقع في سنة 2013 في ميزانية 2013، لأنه لأول مرة في تاريخ تونس ترصد يعني مبلغ كبير وكبير جدا على مستوى ترفيع الميزانية في 2013 4 مليار دينار لأول مرة في تاريخ تونس. قبل ذلك يعني الترفيع من الميزانية الأخرى يعني بين 1 و2 مليار دينار لأول مرة في تاريخ تونس. لا. أعتقد أنه لما نريد أن نحلل هيكلة الميزانية الدولة ماذا نرى؟ نرى أنه الأجور تقريبا في حدود 38-36%، 2013 وهي سنة كاملة 36%، لما كانت في 2010 38%. هذا الخطأ الذي وقع فيه العديد من الاقتصاديون، وهم يعني
عملوا الحمل الكل على مستوى الأجور وكأنه الموظف هو المسؤول، ليس صحيح هذا. وسي سمير يعني يستطيع أن يؤكد هذا الشيء، لأنه عندما نرى هيكلة الميزانية 38% من ميزانية الدولة من حجم الميزانية كان مواجها للأجور، في سنة 2013 36% فقط، في 2014 في حدود 38% تقريبا. كذلك يعني على مستوى التنمية كنا تقريبا في سنة 2010 في حدود يعني على مستوى التنمية في حدود تقريبا 20%، نزلنا إلى حدود 17%، يعني هناك انخفاض على مستوى نفقات التنمية. يعني على مستوى الإخلاص استخلاص الديون نستخلص أقل على مستوى النسبي، هو تقريبا في حدود 17% كذلك. يعني احنا في تونس ليست هناك مشكل يعني أجور، نستخلص أقل ديون، ولكن المشكل هو على مستوى نفقات الدعم. نعم. الذي انتقل من 8% سنة 2010 إلى حدود 24% سنة 2013 و20% سنة 2014. نعم. يعني الإشكال الوحيد الموجود على مستوى ميزانية الدولة هو على مستوى الدعم وليس على مستوى الأجور كما يتحدث. بعد شوية حلتنا باب باش نحكيوا على ميزانية الدولة، لأنه أنتم مازلتوا تحكيوا أحيانا على مشكلة اقتصادية متواصلة ربما أو مطولة على مستوى الزمن، وخلينا نركز أكثر على مستوى 2014، لأنه نحن تو في 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 قمة المشكلة، لأنه فهم ميزانية 2014 إلى حد اللحظة لم تكتمل هذه الميزانية، حتى مواردها لم تكتمل. ناتي بعد شوية نحكيوا في الميزانية هذه مع سي سمير الشفي، وكذلك نحكيوا زالة كيف على الطبقة الضعيفة أو الطبقة الشغيلة اللي أحيانا نحط عليها عبء المشاكل الاقتصادية الكل. نرحب بسيدة سامية سعيدان، مرحبا بك، مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. طبعا أنت موجودة معنا باش تحكي لنا بعد شوية على المؤتمر الإقليمي لمنظمة الفاو ومنظمة الأغذية والزراعة، ناتي بعد شوية نحكي على المؤتمر هذا كحل ربما من النشاط الاقتصادي في البلاد، لأنه فما برشا دول حاضرة. لكن من الأول نحكي على الوضع الفلاحي، تونس بلد فلاحي، بلد سياحي، والفلاحة عندها قيمتها لأنه هي الاستثمار المتواصل، وذلك هو ربما رأس الفتلة. الوضع الفلاحي اليوم مش كيفاش نجم نقيمه نحن، هل هو يساهم في تردي الاقتصاد أم في صحة جيدة الفلاحة اليوم؟ شكرا. بالنسبة للقطاع الفلاحي نبدأ بتقديم فكرة حول الفلاحة ونتائج الفلاحة في السنة الماضية سنة 2013، ثم نمر إلى سنة 2014. تعرفوا أن الفلاحة التونسية هي فلاحة مطرية بالأساس. لما نقول فلاحة مطرية هذا لابد أن يكون عنده انعكاس على مختلف المزروعات من ناحية، وكذلك على مستوى المراعي، وهذا بالتالي يكون عنده في نفس الوقت تأثير على تربية الحيوانات وتربية الماشية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تعرف هو أنه سنة 2013 تميزت بنقص الأمطار، نقص كبير في الأمطار، وهذايا اللي كان عنده تأثير نجم نقول سلبي، خاصة على موسم الزراعات الكبرى، موسم الحبوب. وهنا يجي التأثير الكبير معناها متاع الفلاحة خلال سنة 2013 على الميزان الاقتصادي للبلاد. شعرنا وأنه سجلنا في 2013 وأنه الميزان الاقتصادي لتونس اتأثر من جراء الفلاحة، وهنا يرجع التأثير هذا بالأساس إلى تواضع صعبة الحبوب. لكن في المقابل زاد معناها هنا اسمحوا لي باش نوضح، وانه الميزان الاقتصادي والميزان التجاري بالنسبه للفلاحه هو يتاثر من جراء زوز قطاعات هامه وهامه جدا، اللي هما قطاع الحبوب بدرجه اولى، وقطاع الزيتون وزيت الزيتون، معناها اللي نظرا للاهميه اللي مثلوها القطاعات هذوما في الميزان التجاري وبالتالي في الميزان الاقتصادي. إذن في سنة 2013 كان التأثير سلبي بالنسبة لموسم الحبوب نتيجة تواضع الصابة، لكن في المقابل كانت صابة زيت الزيتون صابة طيبة، وكانت الكميات اللي تم تصديرها كميات هامة، وصلنا صدرنا حوالي 166 ألف طن من زيت الزيتون، وكانت العائدات معناها بالعملة الصعبة معناها مرتفعة، ومكنت من تعديل نسبي للميزان التجاري والميزان الاقتصادي.
يقول قائل كيفاش صابة الزيتون جات باهية والعام شايح. وهنا لابد أن نبينه وأن صابة الزيتون للموسم الحالي ديزون هي تتأثر بالأمطار اللي نزلت في السنة اللي قبل. هذاك علاش الانتاج قوي. وهذايا كيفاش نفسروا اليوم الصابة الحالية لموسم 2014 الموسم الحالي الصابة المتواضعة لزيت الزيتون. دونك تأثير نقص الأمطار اللي سجلناه في 2013 يعطينا نتيجته على الإنتاج في 2014. دونك هذايا في المقابل معناها ورغم الصعوبات هذه اللي هي صعوبات مناخية رغم ذلك سجلنا معناها مستويات شهدت تطور في الإنتاج بالمقارنة مع نتائج سنة 2012. نجم نذكر بعض القطاعات مثلا قطاع الألبان سجلنا تطور بال 3% بالمقارنة مع سنة 2012 وتم تكوين مخزون بما يزيد على 50 مليون لتر. استعملنا جانب منه معناها في فترة ذروة الاستهلاك اللي هي فترة رمضان وكذلك تم استعمال جزء منه في الفترة اللي ينقص فيها الانتاج من الألبان. نعم. وانطلقنا في فترة اللي من نعبر عليه بالهوت لاكتاسيون بالنسبة للموسم الحالي موسم 2014 بمخزون في حدود 21 مليون لتر باقي من سنة 2013. نعم. كيف بالنسبة للبطاطا انطلقنا في موسم 2014 واحنا عندنا مخزون من البطاطا منتج في سنة 2013 إلى الساعة ما قدرناش نروجوه. دونك هي نجموا إجمالا نقولوا معناها باستثناء الحبوب حتى سنة 2013 سجلت نتائج ومستويات طيبة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية من خضر وغلال. نعم. ونسبة النمو يبدو أنها مرتفعة في القطاع الفلاحي، نسبة النمو عموما هي انخفضت 2002.8 كان يحكي عليها تونس محمد زروق، أما هي كانت مرتفعة في الفلاحة يبدو نسبة النمو. ما هو النسبة سنة 2012 اللي ولكن في سنة 2013 تراجعت سلبة. تراجعت شيئا ما نتيجة معناها صابة الحبوب. نعم بالنسبة بالنسبة لسنة 2014 الحمد لله منذ معناها الفترة الخريفية بدأت الأمطار تنزل. نعم. إلى حد الساعة معناها سجلنا مستويات طيبة من الأمطار. القطاعات بما فيه المرعى معناها والحمد لله تفرهدت، الناس كل تفرهدت. النتائج واعدة بالنسبة للموسم هذا خاصة بالنسبة للموسم الحبوب. نعم. ما زالت معناها مرتبطة بالفترة الجاية خاصة أمطار شهر أفريل إن شاء الله نقول ربي يوصل بالسالم. نعم. وإن شاء الله معناها تكون سي محمد زاروخ طيب. عندك فقط تعليق بل من نرجع سي سمير تعليق على التعليق بعد نرجع هو نحب نعقب كلام الأخت. هو القطاع الفلاحي كمان يقعد قطاع مهمش في تونس فقد من وقت هو قطاع تونس اقتصادها مركز على الفلاحه وكان ينجم يلعب دور اكثر في خلقان الثروات هو يساهم بكم 16% من الناتج المحلي الخام كان ينجم يلعب دور اكثر. القطاع الفلاحي عنده مشاكل كبيره مش انا باش نتكلم عليهم اليوم اما لكن احنا بالنسبه لنا هذا سيفري كما قالت المدام فما يكون زياده في الانتاج لكن احنا ما شفناش على مستوى الاسعار خاطر هو راي منظومات الانتاج مش بمعزل عن منظومات التوزيع المشكله راهو مترابط ببعضه. نعم. ما نجموش نحكيو على نجاح قطاع الفلاحي وتطور الانتاج من غير ما نحكيو على منظومات التوزيع اللي هي مخله. هو رقم ديما نعاودوا فيه نحن في منظمه الدفاع المستهلك. نعم. 60% 40% كهو من الانتاج الفلاحي ومواد البحر يدخلوا الى اسواق الجمله. دونك فما عرض ناقص دونك فما اسعار دونك تطلع ونحن راهو في المنظمه وهذا موقفنا احنا راهو الفلاح نحن ضد راهو الاسعار تطيح برشا ما نحبوهاش نحبوا اسعار حتى مطالبين مثالش اسعار مرجعيه دنيا اللي تمشي مع مع مع, مع الاجر الادنى. نحن راهو ديما لازم نرجعوا كل شيء الى 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 الى, الى, الى نسبه الى, الى نسبه التاجير في البلاد. اليوم نحن مش كنا باش نرجع نحكي على مش كنا اليوم كلفه الحياه في تونس ما عادش مقابلها الاجر معدل الاجر المدفوع في تونس. اليوم
عندنا 70% متوانسه من الطبقات الوسطى والضعيفه، الدنيا غالي عليهم سي فري، فما مفارقه. اليوم تمشي للمساحات الكبرى، تمشي للاسواق، تشوف ناس تشري. هذوك برغم 30% متوانسه، هذوك 3 ملايين ونص متوانسه اللي عندهم طاقات مريحه ولا طاقات شرائيه عاليه، لكن عندنا 8 ملايين من الناس اليوم يعيشوا في مشاكل كبيره. وباش نربط هنا مشكل عمرنا ما حكينا فيه، هو عندنا 900,000 اسره تعاني من التدين المفرط. مشكل كبير اليوم. دونك اليوم المشكل هو 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 طبقاتنا الوسطى والضعيفه والمعدمه، ما عادش تلقى روحها في 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 سوق نتاع السوق الموجود. نحن نحب ناكد على حاجه سي معز، نحن راهو في اقتصاد سوق، اقتصاد حر. برشا رانا باقتصاد حر 90%. منين جاي نحن نسب التضخم ولا ارتفاع مؤشر عام السالك العائلي؟ جاينا من 90% من المواد والخدمات الحره اللي هي تحت الاعراف بكل صراحه نقولوا. اليوم نحن بعد الثوره هذه شهدت ارتفاعات مجحفه، فما 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 مواد وصلت 150 و 170%، وهذا نحن عندنا موثق في الوحده. فما سي فري بالقانون نحن في اقتصاد حر، لكن زاد من دور الدوله باش تحط الاليات السوق لازمك انت تراقبهم. اليوم سوقنا في فوضى عارمه، وهذاك علاش خلى الاسعار طالعه. باش نكمل لك نقطه اخرى، لكن زاد بدايه من الحكومه، من الحكومات اللي فاتت، وزاد سي مهدي جمعه، فما تمشي جديد شفناه اللي هو خطير على المستهلك، اللي هو التمشي في باش يحروا بقيه المواد. فما 90% مواد حره على مستوى الانتاج والتوزيع، فما 10% من المواد اللي الاساسيه الضروريه. اليوم شوفوا اللي الدوله اليوم الحكومه مش وقته سيبت السمان، حارة السمان، حارة يكون فارينة، حارة طماطم المعجونة، توا فما يكون حتى تمشي في الخضر والغلال، وين ماشيين؟ زعما هذا 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 هو الخطير اليوم. نعم. نحن متخوفين منه بكل صراحة، هذا هو الشيء. نعم. الخطير. دونك فما تفضل عندك تعليق بسيط. انا اشوف الفلاحه راهو من اتلعس الاشياء في المنوال القديم، المنوال اللي القديم الحالي هو اللي مازال ما تغيرش بطبيعته، مازلنا قاعدين ماشيين فيه توا. يعني كي تشوف انت الفلاحه والصيد البحري هو اهم مساهم في الناتج المحلي الاجمالي، واهم مساهم في التشغيل. احنا تعرف 2013 خسرنا ما يقارب 30,000 موطن شغل من جراء الفلاحة. الفلاحة شنو فيها؟ اللي هي النورمال ما هو يلزمها تستقطب يعني اصحاب الشهيد العليا. شنو نلقاوها؟ نسبة تأطير اضعف نسبة تأطير 1.4%. شيء حشم باش منوال كامل اقتصادي التونسي يقوم على رحمة ربي. كان نزلت المطر ولا ما نزلتش؟ نزلت المطر مرحبا، ما نزلتش فما شيء. يعني نسبة التأطير ضعيفة. لابد أن هذا القطاع يتجه نحو تشغيل أصحاب الشهادة العليا لكي يرتقي بالجودة تاع المنتوج نتاعه، ويلزم فيه بحث لكي يتطور هذا القطاع ويكون رافد من روافد التنميه. وبعد ذلك السيده سامية تو تجاوب على النقطه هذه. فقط سي سمير، شوفي انت كنت صرحت الحقيقه في اكثر من مره، ومن الاسباب الرئيسيه اني استدعيتك اليوم وشرفني يزن حضورك، ان الاتحاد وفي تصريح صحفي اللي كنت قلت انه الطبقه الشغيله ولا المواطن الضعيف ليس هو المسؤول رقم واحد اليوم، وليس هو اللي سيدفع فاتوره الوضع الاقتصادي. ماذا تقصد بهذا الكلام اللي قلته في مناسبات فارطة؟ وشنو أهم تداعيات الأزمة الاقتصادية دي على الطبقة الشغيلة؟ مش مستهلك فقط، لأنه يعني الطبقة الشغيلة فيها الناس الكل، فيها الضعيف، فيها الطبقة المتوسطة، والاتحاد أكيد يلم الناس الكل هذه من منظوره. يعني بالتأكيد التصريح متاعي ولا متاع الاتحاد العام للشغل ككل، والاخ الامين العام اليوم زاد قام تصريح واضح ودقيق، احنا مقرين وان بلادنا تمر بظروف صعبه، واحنا مستعدين باش نقدم معناها التصورات والاقتراحات وحتى التضحيات، ولكن هذه التضحيات في تقديرنا الخاص، والواقع يثبت ذلك، وانه الطبقه الضعيفه العمال والأجراء لم يتوقفوا مطلقا عن تقديم ضريبة الحيف الاجتماعي. احنا اليوم نطالب
بالعدالة، لا فقط العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية، وهذه كلها مداخل لمعالجة مخلفات منوال تنموي معناها جر البلاد إلى هذه الكوارث التي نعيشها اليوم. نطالب بالعدالة في التضحية. أنا مش نعطيك رقم، 88 من موارد ميزانية متاعنا متأتية من الجباية، 53% من هذه الجباية متأتية معناها من الجباية المباشرة، وهذه الجباية المباشرة رئيسيا 43% منها، 43% من الأداء الضريبي متأتية من الخصم المباشر، يعني معناها هذاك الخصم على الأجراء. يعني برقم وإن شاء الله ما نكونش لا مش بخلاف الأربع مليار دينار، الرقم معدل مساهمة الأجراء في الجباية معدل شهريا في حدود 100 إلى 105 دينار شهريا. نعم. الرقم الثاني معدل مساهمة غير الأجراء، اللي هم تعرفوا قداش؟ الخواص، اللي هم الخواص، المهن الليبرالية الحرة، أصحاب معناها المؤسسات الصغرى. نعم. والكبرى والمتوسطة، الأطباء والصيادلة والمحامين والتجار وغيرهم. نعم. تعرف قداش؟ تعرف قداش؟ في حدود من 100 إلى 105 دنانير، ولكن شهريا، ولكن ليس شهريا، سنويا. سنويا. نعم. وفي حدود 5% يعني من ال نعم من يعني هذا رقم كارثي. يعني يعني اليوم لما يطلب من التوانسة باش يضحيوا، وهو مطلوب ومعقول ومعناها له ما يبرره، ولكن دعنا نقول بكل وضوح وصراحة، من هم التونسيون والتونسيات القادرين على التضحية ولم يقوموا بما هو مطلوب حقيقة؟ مع احترامي لأن المسألة مسألة سيستم، نظام، مش ندينوا الأشخاص، منظومة هي في حاجة إلى مراجعة. اللي قاعدين يخلصوا الأجير اللي يخلص 500 و600 دينار، معدل الأجور في تونس حدود 650 دينار، معناها فهمت؟ اللي قاعد يقدم معناها 10 أضعاف من مداخيل معناها الموارد الدولة للمترفهين، اللي هما معناها متمتعين بأكثر من 72 إلى 74 من البخلاف صندوق الدعم، هذاك مبحث آخر وتسلطوا عليه الأضواء، من مجمل الثروة الوطنية باعتبار أصحاب المؤسسات هذين قاعدين يتمتعوا وينشئوا في منشآت، وإحنا ماذا بينا يطوروا ويستثمروا، ولكن منين؟ من خلال القروض، من خلال المال العام. نعم. بالتالي مساهمتهم فيها ما هياش في حجم معناها في الميزان في الجباية، مش في حجم مساهمة المجموعة الوطنية لهم. وبالتالي هذايا احنا اليوم لا يمكن الاتحاد العام التونسي للشغل ان يقبل للبسطاء وللعمال وللأجراء وللفقراء وللناس اللي هما طول عمرهم مضحين باش يزيدوا ويضحيوا. لا، احنا نعتقد وانه معناها نطالب، وطالبنا واضح انه نطالب بالعداله في التضحيه كما. نعم. هي العداله. نعم. في الجبايه والعداله الاجتماعية. وبعد اذنك سنحب نرجع بعد شوي لمساله الجبايه. هذا الرقم الصحيح فقط سيدي، يعني 83% من الضريبه على الدخل هي على المرتبات والاجور. بعد دقيقه نحب نرجع للموضوع هذا، لانه فهم برشا معلومات نحب نقولوها ونحكيوا عليها ونشوفوا شنو هي ربما الحلول تقترحوها انتم في مساله الضريبه، ولانه موضوع راه مهم جدا، وميزانيه الدوله واقفه بشكل كبير على المسائل هذه. ثم محامين وطبعا معلومات اللي عندي مش قاعدين يدفعوا جمله، مش يدفعوا في كوتيزاسيون صغيره. ساعطيكم التفاصيل بعد شويه، لا عندي ربما بعض المعلومات من مصادر موثوقه. سي سمير، قلت من الحلول الاقتصاديه او ربما من الاشياء اللي تبحث عليها تونس
في إطار تفتحها على بعض المنظمات الدولية، هي منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة، اللي تقوم بمؤتمرها الإقليمي في تونس انطلاقا من اليوم إلى حدود يوم 28-29 بتونس العاصمة. عنا مراسلة مباشرة الآن، ربط مباشر بجمرت مع زميلة وحيدة الغربي حتى نشوف شنو الأجواء الواقعة اليوم في جمرت ومدى أهمية المؤتمر الإقليمي هذا لمنظمة الأغذية والزراعة اللي تنظمها قلت منظمة الفاو، واللي وزارة الفلاحة الحقيقة قام بمجهود كبير فيها، وبعد السيدة سامي تعطينا تفاصيل هذا المؤتمر. وحيدة مساء الخير، ما الجديد لديك في هذا المؤتمر؟ كيفاش نتقدم لنا الأجواء في المؤتمر؟ إذا كان عندك ضيوف مرحبا بك وبهم. وحيدة الغربي مباشرة من جمرت. مساء الخير معز، مساء الخير كل سادة المشاهدين. تونس عاصمة الفلاحة الإفريقية، 300 خبير دولي في المجال الزراعي و45 وزير إفريقي يمثلوا أكثر من 35 دولة إفريقية حاضرين اليوم في المؤتمر الإقليمي اللي تحتضنه تونس لأول مرة واللي انطلق اليوم وباش يستمر على مدار 4 أيام. ضيوف مهمين موجودين اليوم معز والسادة المشاهدين، من بينهم السيد بهاء الدين خميس من السودان. مرحبا بك السيد بهاء. مرحبا بك وجزاك الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وأنتهز هذه الفرصة الطيبة لأهني الشعب التونسي بمناسبة ذكرى 58 لاستغلال البلاد، ولا شك أنها يعني ذكرى طيبة وتاريخية مجيدة. نظر الله لكم التوفيق والدوام والصحة بإذن الله. السيد بهاء، أول حاجة كنت تقول لنا شنو أهم النقاط اللي طرقتوا لها اليوم في الملتقى؟ حقيقة هذا الملتقى ملتقى للفاو إقليمي يختص بإفريقيا، واليوم يعني تناولنا مجموعة من الموضوعات أهمها ما يتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة في إفريقيا، واحتوى هذا البند على عنصرين مهمين. العنصر الأول استخدام الشباب كقوة لتحقيق هذه النهضة، وأيضا الاهتمام بالزراعة الأسرية باعتبار أن الزراعة في إفريقيا تعتمد أساسا على الإنتاج الأسري والحقول الإضاحية للأسر بإذن الله. سيد بهاء، شعار الملتقى اليوم هو الشباب الإفريقي والتنمية الزراعية والريفية، لماذا هذا الشعار بالذات؟ الشباب كما تعلمين طاقة غوية ويمكن تفجيرها لاستخدامها في التنمية الزراعية المستدامة، وزي ما تعرفي أنه التنمية تتطلب استمرارية وامتداد، فقوة الشباب تعني أطول فترة ممكنة من استفادة من الخبرات الشبابية في تحقيق النهضة الزراعية في إفريقيا، وباعتبار إفريقيا من يعني القارات الواعدة لسد الفجوة الغذائية العالمية، خاصة أن العالم يعاني من ارتفاع في أسعار الغذاء وقلة في الإنتاج. سؤالنا الثالث، هي الأخطار التي تهدد السيادة الغذائية لدول إفريقيا؟ حقيقة نحن ممكن ما نقول أخطار، ولكن هناك بعض المشاكل تعوق التنمية الزراعية في إفريقيا، أهمها ضعف الإنتاجية والإنتاج، فلذلك تبنت إفريقيا مشروع للتنمية الزراعية المتكاملة الشاملة الكدب، والغرض من هذه الاتفاقية هو التعاون الإفريقي لتحقيق لمحاربة الفقر وزيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال زيادة الرأسمال للاستثمار في الدول الإفريقية ليرتفع إلى 10% من الموارد بتاعة أي دولة إفريقية، فبالتالي إن شاء الله يتحقق نمو اقتصادي ومحاربة للفقر وزيادة في الإنتاج والإنتاجية. شكرا سيد بهاء، شكرا معز، الكلمة ليك مجددا ولضيوفك الكرام. شكرا لك، شكرا زميلة وحيدة الغربي، وتحية لكل الزملاء. مباشرة كنت معنا أنت وضيوفك من المؤتمر الإقليمي لمنظمة الفاو مباشرة من جمرت. حتى نكمل في نفس الإطار هذا سيدة سامية سعيدان، المؤتمر هذا أنا قلت من الأول أنه يأتي ما قلتش في حلول اقتصادية للبلاد، ولكن على الأقل في إطار تفتح تونس على بعض المنظمات الإقليمية ومنظمات الدولية في إطار بحث على أفاق جديدة، بحثا على حلول. بكري سي شكندالي يحكي على مسألة التشغيل في القطاع الفلاحي اللي يلقى في صعوبات كبيرة، سي سمير كان موافق على مسألة التشغيل الإطارات، ويبدو أنه هذا موضوع مهم جدا كذلك في إطار النقاط اللي تم طرحها في منظمة الفاو في المؤتمر هذا، في إطار فتح مجال أكبر
اللي حامل شهادات العمل في القطاع الفلاحي، كيفاش تقدم المؤتمر هذا ساعة وبعدك نحكيو في الموضوع هذا؟ شكرا سي معز. كما تعرفوا معناها وكما تم تقديمه تحت ظن تونس خلال الأسبوع الحالي معناها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لإفريقيا. اليوم المؤتمر هذا تم افتتاحه من قبل السيد وزير الفلاحة التونسي وكذلك من قبل نائب السيد مدير الفاو. هذا في الـ في الـ في الافتتاح. بعد الافتتاح تم المصادقة على رئيس الدورة ونائب اللي هو بطبيعة الحال معناها تم هو رئيس تونسي باعتبار أن تونس رشحت نفسها في الدورة 27 وإحنا اليوم في الدورة 28 قبل تونس سنتين. رشحت نفسها في الدورة 27 قبل سنتين لرئاسة الدورة هذه واليوم تمت المصادقة على ذلك. في نفس الوقت تمت المصادقة على اختيار نائبي الرئيس اللي هما من ساحل العاج ومن زامبيا ومقرري المؤتمر. دونك هذا في الحصة الصباحية. كيف كيف المؤتمر هو معناها فيه قسمين معناها في الأعمال متاعه سيتناول معناها قسمين، قسم فني وقسم معناها له علاقة بالجانب التنظيمي والهيكلي والأنشطة المستقبلية لمنظمة الفاو في معناها في حد ذاتها. بالنسبة للجانب الفني هناك ثلاثة مواضيع هامة باش يتم التطرق لها وانطلق التطرق لها منذ معناها صبيحة هذا اليوم. الموضوع الأولاني هو له علاقة بالشباب الإفريقي في تشغيله في الفلاحة ومش كان في الفلاحة كذلك في الصناعات الغذائية اللي لها ارتباط بالفلاحة وكذلك في تربية الأحياء المائية اللي في نفس الوقت عندها علاقة بالفلاحة وهذا الكل معناها في إطار التنمية البيئية. دونك هذايا موضوع هام، موضوع أول تم تدارسه، تم عرض معناها بعض التجارب للبلدان الإفريقية في الإطار هذايا، تمت نقاشات فيه، وفي الفترة المسائية سيتم التطرق إلى الفلاحة الصغرى والفلاحة الأسرية أهميتها ومساهمتها في تنمية الفلاحة. دونك هذا محور هام زاد باش يتم النقاش فيه. نفس التمشي يتم عرض بعض التجارب معناها من طرف الأخيان المشاركين من مختلف البلدان ونقاش معناها في الموضوع هذايا. ثم يتم التطرق للموضوع الثالث اللي هو الأمن الغذائي. نعم في أكيد. بلدان إفريقيا كيف كيف موضوع هام وهام جدا. نعم. هل النقاشات الفنية والمواضيع الفنية هذه كلها يتم مناقشتها خلال الثلاثة أيام الأولى للمؤتمر على خاطر اليوم اللي حاضرين بالأساس هما معناها الخبراء والموظفين الكبار اللي معناها منتمين إلى مختلف الوزارات في كل البلدان المشاركة. السادة الوزراء باش يكون عندهم جلسة معناها مائدة مستديرة يتم استعراض فيها المقترحات والتوصيات اللي باش تتمخض على الثلاثة أيام هذوما. نعم. وتم معناها مناقشتها والمصادقة. نعم. عليها يوم الجمعة إن شاء الله. ثم كذلك موضوع رابع ما يهمش ما يقلش أهمية على ثلاثة مواضيع الأخرى ويتمثل في كونه معناها المؤتمرين سيتطرقون إلى نتائج أعمال اللجنة العالمية للأمن الغذائي. نعم. باش يطرقوا إلى النتائج متاع أعمال اللجنة هذه وفي نفس الوقت باش يطرقوا إلى إجراءات المتابعة كيف ستتم المتابعة لهذه الإجراءات ولهذه النتائج وهذا كيف كيف موضوع ما يقلش أهمية. هل النقاشات الكل التوصيات الكل باش تتمخض عليها توصيات ممكن زادة تتمخض عليها أنشطة وبرامج تكون مشتركة تهم معناها البلدان اللي معناها حاضرة في المؤتمر وهذا بطبيعة الحال البرامج والأنشطة هذه باش تساعد البلدان الإفريقية على تخطي الصعوبات اللي معناها متعرضة لها اليوم في المواضيع اللي يتم معناها تدارسها في المؤتمر. مازلت قاعدة معانا ربما من الآخر الحصة نعاودوا نرجع نحكيوا شوية على الآفاق نتاع المؤتمرات هذه شنو هي مدى الأهمية للبلاد هذه. أنت عندك تعليق قصير قبل
سي شكندالي باش نحكي شويه على المزيد 2014 طريقه تمويلها انت وسي سمير، لانه يبدو انه ان بو بلوكي الحقيقه الان، لانه ميزانيه برمجه تاع 2013 على اساس ثم مداخيل نتاع الاتوات هذيك اللي وقع الغائها بطلب شعبي الحقيقه نقولوها. الان البلاد في حاجه الى تدعيم مواردها الماليه ل 2014، يبدو ما فماش الى حد اللحظه. خلينا نفسروا للناس سي معز، انا تفضل تعليقك هذاك علاش حضرتهم باش يحكيوا بعد شوي. الموضوع حساس، احنا غنى متخوفين كثير من التمشي اللي ماشيين فيه ففي ارتفاع الاسعار وفي حتى في السياسات التي المنتهجه توا حتى اللي اكدها سي مهدي جمعه، فالسياسات هذه خطيره على المستهلكين نتاعنا، الوضع راهو خطير باتم معنى الكلمه. انا نحب نعقب على الاخيان على النمط الاقتصادي ولا النمط نتاع النمو اللي هو جاب الثوره واللي هو ما وزعش ثروات البلاد بعداله. نقولوها اليوم الناس اللي تكسب الثروه هما 5-3%، لكن شوف ما توزعتش وتخلقت ثروات وخدموا العباد، خاطر نحن اليوم نسمعوا حتى في الحكومه الجديده قالت العمل وتناقشوا عليه، لكن نحن بعد الثوره ما شفنا حتى شيء يتبدل، حتى في حتى نمط العمل، حتى السياسات، حتى البرامج، حتى كيفاش تخدم الوزارات والحكومات، العمل هو بيده، ما صار حتى ترميم، ما صارت حتى موديفيكاسيون بتاع شيء ما صار، وهذاك اللي يخوفنا، زعما مدينه ما فماش حتى الاراده السياسيه نقولوها السابقه ولا الموجوده، مرتعشه وضعيفه باش تحل مشاكل كبيره نتاع التهريب ونتاع الاسواق الموازيه ونتاع مسالك التوزيع ونتاع التضخم، والعباد ما عادش خالتين. دونك هذا موضوع اليوم، ونحن اليوم راهو نعاود ونقولها ما راهو 2.8% نسبه نمو ما تساعد حتى حد، ممكن اقل هي بزاف. هذا المشكل الكبير، لكن اليوم نحن مألمنا هو ما تبدل حتى شيء. نحن ماشيين على نفس الخطى تاع قبل الثوره الحقيقه، ما تبدل حتى شيء. خلينا نزيدوا، انا باش نقول لك حاجه واحده باش نعطيك، انت ما جبدت على ارقام في جانفي وفيفري العجز نتاع الميزان التجاري، زعما نسبه تغطيه الصادرات بالواردات خسرنا 3.9 نقط هذا السنة بارابور عام نيو. نشوف كان نرجعوا ل 2012 مواضيع كبيره، لي زاتاشي كوميرسيو نتاعنا سفاراتنا مليانه بالاطارات الاقتصاديه، مركز النهوض بالصادرات وين ماشيين؟ نعم. لا ما فماش ما جبدناش لا سونات دالارم، انا نحب نجبدها لا سونات دالارم، خاطر نحن العباد جينا وتشكينا، العباد ما عادش خالتين راهو العباد ما عادش خالتين، والاخطر كما قلت لك هو التمشي الماشيين. وباش نرفعوا اش حكاوا توا سمعنا العمل نحن نقولوا راهو الخدام التونسي راهو مشهور بالعمل نتاعو نقولوها، لا لكن العمل راهو انت كدوله كقطاعات عامه وكدوله فما مؤسسات عالميه معترفه مصدره معترفه بقيمه العمل. باش نكمل لك سامحني سي تريز امبورتون، خاطر نعرف باش نعطيك معلومه من عند سي رضا باش تنجم انت تعاود هما شنو توا الحقيقه باش نقولوها ويسمحوا لنا حتى الحكومه تسمح لنا بالصراحه نتاعنا هذه اليوم العمل زعما لازم مجهود ثوره كما قال سيدي ثوره اسمح لك مش الحكومه شوف راهو اذا نقول لك ما تنجمش تستنى من انسان جيبو فارغ ولا خرج صباح ما خلاش 5000 مرته باش يعطيك انتاجيه، راهو يفو لو ميتر دون ان كادر جلوبال نحكيو فيه، راهو ما تنجمش تطلب منه ولا خلى عنده اربع صغار في البطاله وما عندوش نهار 15 وانا 900000 عائله متداينه، فما عباد ما تخوش شاري راهو البنوك حتى عليها ايدها والصناديق الاجتماعيه راهو فما مآسي، راهو ما نجموش نحلوا نقولوا هكاك. يا اخي نحن عندنا ادارات كبيره نتاع تصرف الموارد البشريه، نحن قراب للعمال نتاعنا حتى في الاداره التونسيه، علاش مازلنا نسميه اداره الاداره لا ديريكسيون ادمنستراتيف، هذا المفهوم هذا خطا وفات عليه، هذه الناس فاتته اليوم علم التصرف في الموارد البشريه. انا كنت نحب نقول وماشي مع سي مهدي جمعه تقول العمل راهي منظومه كامله اسس مش كلام، راهي صرامه الدوله كيف. كل شيء ليه صرامه وتفهم زعما ماشي. وثاني حاجه هو صندوق الدعم، نحن جبدوا العمل يقولوا صندوق الدعم نحن كمنظمه الدفاع المستهلك جبدناه من مارس 2012 قلنا يمشي يستهدف اصحابه، لكن مش بالطريقه هذه راهو
مش بالطريقه هذه، بطريقه مسقطه تقول انت، مش يلزم يمشي لاصحاب مسقطه صحيح. نعم، ما تشاركش العباد، ما تشاركش يمثلوا المستهلكين يمثلوا الاجراء، ما ساغش عليه حوار. واليوم اللي نحن راهو هذا مخوفنا، خاصه في 2014 نحن قلنا التهدئه بشويه ساعه. نحن قلنا علاش منظمه الاعراف ما تجمدش، ما نجيو نحن طلبنا بهدنه شامله نوقفوا. نحن ما حشناش بزياده في الاجور سي سمير، راهو نحبوا ندعموا طاقه شرائيه، هذيك اللي يهمها. زيد دينار، زيدوا دينار وزيدوا في الاسعار، هذيك ما حشناش فيها. نحن نريد ان ندعم الطاقه الشرائيه نتاع الشراء. ومساله الزيادات راهي معلقه عندنا، لانها موجوده، لانها موجوده. ويبدو انه حتى الاتحاد مع سي سمير بعد يجاوب وحده، وكانه الاتحاد عندما دخل في مساله الرباعي وتراس رباعي الحوار، وكانه قاعد يحافظ اكثر على الهدنه الاجتماعيه، وكانه فماش طلبات كثيره. خلينا تو نفتح تو بعدك، نحب نحكي معك في الموضوع، موضوع كبير. نرجع لك سي سمير بعد شوي، لانه نحبوا نحكيوا على الميزانيه نتاع 2014. خلينا ناخذ شويه ارقام. رئيس الحكومه كان يتكلم وقال انه عندنا اشكاليه في ميزانيه 2014. سي رضا الشكندالي كيف يمكن نتحدث على صعوبه تمويل ميزانيه 2014 في بدايات شهر افريل 2014؟ يعني كيف يستقيم الحال؟ عاده نحضروا ميزانيه قبل بعام نحن وموردها في الخزينه. الوضع اليوم هذا كان شو نقول وضع صعيب، كيف تفسر الشيء هذا؟ والله انا اعتقد انه يعني الانخرام الكبير وقع منذ بدايه 2013، يعني في الميزانيه 2013 لما رصدت لها مبلغ 4.2 مليار لاول مره، وكان هذا المبلغ غير موجه بطريقه محكمه. انه نعرف احنا طاقه البلاد ما نجموش نعملوا اكثر من 4.8 مليار على مستوى نفقات التنميه، ورصدنا مبلغ اكثر واعطينا فرصه لمؤسسات الترقيم العالمي على اساس انها باش تقول الحكومه غير قادره على تنفيذ برامجها. احنا نعرفوا مسبقا اللي كونه ما نجموش نعملوا اكثر من 4.8 مليار، ورصدنا 6.4 في 2012 و 5.5 مليار دينار في 2013. نعم. واعطيناهم فرصه مع انسداد المشهد السياسي باش يطيحونا في الترقيم السيادي نتاعنا، وبالتالي صعبوا علينا اللجوء الى السوق الماليه العالميه. انا اعتقد انه علاش ما نخموش ديفيرامون؟ علاش احنا كي احنا مش قادرين باش نعملوا نفقات بالحجم هذاك باعتبار المرحله الانتقال الديمقراطي، وما فماش يعني فما ارهاب وفما فوضى شويه فما كذا، يعني علاش ما نشوفوش نعتمدوش اكثر على الموارد الذاتيه نتاعنا احنا قبل ما نخموا في الاتجاه الى الاقتراض الخارجي؟ لأن الاقتراض الخارجي خاصة على مستوى المؤسسات العالمية هو اقتراض مشروط، والشروط فيه ربما تكون يعني موجعة للطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة، واللي هي مكونة أساسا من الموظفين والعمال. أنا أعتقد أنه في الميزانية بتاع 2013 إيش نلقاو احنا من 2010 حتى 2013، يعني 11 12 13، إيش نلقاو؟ حصة الموارد الذاتية تقلصت ب 11 نقطة. حصة الموارد الجبائية تقلصت بسبع نقاط. الاقتراض الخارجي ارتفعت ب 12 نقطة. نعم. حصة الأجور ما فيها حتى إشكال، مستقرة 38%. استخلاص الأجور للديون نقصت ب 3 نقاط من 20% ل 17%. نفقات التنمية من 24% إلى 20%. نقصت. الدعم زاد، يعني احنا شنو قاعدين؟ قاعدين نلتجئ للخارج على مستوى القروض باش نمولوا شنو هنا؟ ونكسوا الداخل. باش نعطيوا للدعم، باش نعطيوا للدعم، باهي نجيو للدعم احنا. الدعم احنا تو الفقراء نتاعنا في تونس تقريبا في حدود 15.5% من مجمل السكان. نعم. هذوما ما يستفيدوا كان ب 12% من جملة النفقات المرصودة للدعم. لكن رنوردو بالنا بالنسبة للفقراء على 100 دينار 20 دينار دعم. يعني ما نجموش نحوه. الدعم ما نجموش نحوه، الدعم منظومة هيكلية ما تنجمش تجي حكومة مؤقتة في عام عامين ثلاثة باش تنحي الدعم ولا باش تغير في المنظومة، لابد من حوار وطني حول الدعم. واضح. لابد من تشريك كل الأطراف على الدعم هذا. المشكل صار الدعم، وقع رفع الدعم على الطماطم مبدئيا وعلى الاسمنت يعني الاسمنت. انا حبيت لو انه الخطاب مثل المهدي جمعة. نعم. سيد المهدي جمعة. الخطاب الصراحة وإيجاد إعطاء الحلول تقريبا الأولية اللي قالها وهو قانون مالية تكميلي. أنا ما نتكلموا على قانون مالية تكميلي إلا ما نعط حط أصبع الداء على القانون المالية. شنو المشكلة نتاعو باش نتكلموا على قانون مالية تكميلي؟ أعتقد أنه
أنا كتبت العديد من المجلات وتكلمت حتى في الإذاعة والتلفزة وعرضت بشدة الإجراءات اللي تستهدف الطبقة المتوسطة. ونقولها من على المنبر هذا وقع تقييم خاطئ على مفهوم الطبقة المتوسطة. السيد الياس فخفاخ وقت أعطى رقم تقريبا 800 دينار وهو الدخل المتوسط، ما هوش الدخل المتوسط، هذاك الأجر المتوسط. وفما فرق بين الدخل المتوسط والأجر المتوسط، فما طريقة احتساب الدخل المتوسط هي في حدود تقريبا زوز ملايين، تقريبا 1,500,000 بين 1,500,000 وزوز ملايين. نعم. يعني الإجراءات اللي اتخذت للطبقة هذه على مستوى الإيتاوات، إيتاوات المسكن الإضافي، مسكن يجي والمسكن الإضافي على مستوى 2014. نعم. حتى السميجار خلاله أبوه دويرة يقسمها على زوز، يعني جهة يسكن فيها وجهة أخرى يكريها باش ينجم يستنفع الفلوس نتاعها باش ليزيتود والقراية وحتى الماكلة اليومية. معناها نعم نعم. تجي أنت توظف له إيتاوة على المسكن الإضافي، يعني فما إجراءات تراجعوا فيها، ولكن فما إجراء خطير وخطير جدا ما تمش التراجع فيه، اللي هو جباية الصادرات. أعتقد أنه هذا تمرر في قانون في المجلس التأسيسي وهو إجراء أعتبره خطير وخطير جدا. كيفش لأنه قبل الصادرات ما كانتش مفروض عليها جباية يعني لما أنت تفرض جباية على الصادرات ما معنى ذلك؟ الجباية هي تقريبا أقل من الجباية المداخيل اللي خرجوا فيها المصدرين، يعني الشركات المصدرة الأجنبية إلى الخارج، هم يطلبوها ويحبوا. علاش؟ لأنك وقت عملهم أنت يعني جباية على المداخيل نتاعهم ينجموا يخرجوا المداخيل نتاعهم لبرا الخارج. الخارج هي فترة انتقال ديمقراطي تميزت بالفوضى، يقول أعطيتهم فرصة أنت باش الأموال نتاعها يخرجوها البلدان الأخرى كالمغرب، اللي المغرب دعم الصادرات، يعني على كل عملية تصدير الحكومة تعطي دعم، أنت تجي لهنا وتعمل تعمل يعني جيبية. تاكس على الإكسبورتاسيون. نعم. إحنا عندنا مشكل، علاش انخفض الدينار التونسي؟ علاش معناها انهار الدينار التونسي؟ لأنه العجز الجادي ارتفع بصفة ملحوظة، وارتفع أساسا علاش؟ لأنه تصدير ما فماش، والتصدير ما فماش علاش؟ لأنه المناخ غير ملائم. نعم. للاستثمار. بي. يعني أنت تجي اليوم تعمل يعني جباية على الصادرات وكأنك، والأخطر من هذا أنه المفعول أنت على الجباية هذه تكون كان 2015 أعطيتهم مهلة للمصدرين عام كامل باش يلموا الباجاج نتاعهم ويمشي. نعم. لدولة أخرى باش يصدوا. باهي سي سمير، شفي ديما ندلوا عليكم كاتحاد عام تونسي للشغل، لأنه الالتزامات اللي ماخذينها بينكم بين منظوريكم المواطنين التوانسة أو الشغالين التوانسة هي واضحة، مسألة زيادات في الأجور ومسألة استقرار الأجور هذه. وسير إذا أعطى الحقيقة رقم مهم اليوم، قال عمرها ما كانت أجور الموظفين في تونس تعمل في عجز على الميزانية. معناها الكلام اللي قاعد يتقال الآن الحقيقة نقولوها، قالوا سيد رئيس الحكومة اللي طالبة بالعمل وطالبة ما بصندوق اقتتال للمواطن، وكأنه في أكثر الأحيان حتى يقولها وزير المالية وزير الصناعة أو وزير الصناعة كيف وكأنه ديما المواطن والطبقة الشغيلة هي لابد بتتحمل هالمشاكل هذه الكل. نظرتكم إلى علاقة الأجير والموظف بالميزانية الدولة، يعني هل هو نحن في حاجة اليوم لزيادات في الأجور، في حاجة إلى استقرار الأجور، كيف تنظرون لهذا الموضوع وأنتم الحقيقة فاعلين في هذا الإطار؟ شوف خلينا نكون واضحين، موضوع الأزمة الاقتصادية هذا ما أعتقدش وأنه السيد مهدي جمعة في 9 أشهر أو ما تبقى من الفترة اللي اتفقنا سيتحمل مسؤولية إدارة الشأن العام في البلاد إلى غاية إنجاز انتخابات التشريعية والرئاسية مش يغير منوال اقتصادي وخيارات اقتصادية، ولكن المطلوب من السيد مهدي جمعة، حكومة السيد مهدي جمعة، هي أولا أنها تعطي الحقائق كما هي على أرض الواقع، وهذا مش قاعد حاصل بالشكل المطلوب، باعتبار وأنه لما الشعب التونسي يدرك وأنه الأوضاع متمثلة في كذا في كذا في كذا، يعني تمثل الخيارات يسهل على الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين ومكونات المجتمع المدني باش تدرك حجم معناها الأزمة، وبالتالي لابد وأنه نتصور مع بعضنا معناها الحل الآني، لأنه ما فماش
حل معناها على المستوى طويل المدى، هذا يرجع لمعناها الحكومة الجاية من بعد. ولكن الآن حقيقة هناك أزمة حادة، ولكن التوخي هكي الحلول السهلة من خلال تحميل من لم يكونوا معناها سببا في هذه الأزمة تبعاتها وتداعياتها، وأعني بذلك معناها الأجراء والطبقات الفقيرة والمتوسطة، كما جرت العادة دائما وابدا الأجراء هما اللي يدفعوا ضريبة الأزمات من خلال معناها الضريبة، من خلال الارتفاع الجنوني معناها للأسعار، من خلال معناها عدم معناها الزيادات اللائقة معناها فهمتني والمحترمة في الأجور بما يواكب هذا التطور في الأسعار. هذا السلوك لا يحل المشاكل، وإنما ينتقل بالمشكلة من مشكلة اقتصادية إلى مشكلة اقتصادية واجتماعية، وهنا سي لامباس يولي يعصر ويصعب على معناها القائمين بالشأن العام أنهم يتمثلوا حلول ولا يقوموا بإجراءات إصلاحية استعجالية نجم تلقى القبول العام لدى معناها الشريحة الأكبر في مجتمعنا. شعبنا معناها تقريبا 80 أو 85% هو قوة عاملة، هي معناها فهمتني موظفين، هما عمال، وهما جزء كبير ياسر منهم بطالة، والمليون بطال يا أخي ولاد المركنتية، تما ولاد الخدامة البسطاء معناها فهمتني والزواولة، يعني معناها شريحة أخرى لما أبوه العامل والخدام والبسيط ما يلقاش حتى ما نقولش قال أخي الكريم وأخينا في منظمة المستهلك وأنه نحب نحسن في المقدرة الشرائية، لا مطلبناش تحسين المقدرة الشرائية، لا قبل لنا بهذا المطلب على الأقل في المرحلة الراهنة. احنا طالبين أنه نرمم هذه القدرة الشرائية، أنه نخلي المواطن التونسي يعيش حياة أقل ما يقال فيها كريمة، توفر له الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الأساسية، المأكل والملبس ومعناها المسكن، حتى التعليم والثقافة وما إلى ذلك. هذه لن يستطع إليها معناها فهمتني إلا من له قدرات. بالتالي نقول الاتحاد اللي أدار الحوار الوطني، وهنا هذا واجبنا قمنا به إزاء بلادنا رغم الأقاويل ورغم التشكيك ورغم معناها فهمتني كل الحملات اللي رافقت معناها الاتحاد في مسيرته من يوم 17 ديسمبر إلى غاية يوم الناس هذايا. الاتحاد في المحطات الكبرى أثبت وأنه هو الخيمة الوطنية الجامعة اللي تظلل فيها كل التوانسة، وهي اللي تحمي البلاد، وهي اللي تحافظ على التوازن. يوم 25 جويلية يوم استشهاد البراهمي، البلاد معناها انقسمت والأزمة أصبحت مفتوحة. الاتحاد ما كانش في موقع متاع أنه يحب يسجل بونته على هذا الطرف أو ذاك، كان يحب معناها يتصور حل البلاد باش شعبنا ما ينقسمش بشكل نهائي، باش ننقذوا بلادنا. وفعلا جات المبادرة ونجحنا والحمد لله بمعية شركائنا في الحوار الوطني، وبي أيضا معناها نضج هذا الشعب العظيم معناها فهمتني هذا الشعب التونسي ومكونات متاعه السياسية والمدنية، باش عملنا موديل جديد في حل الأزمات السياسية، واللي أصبح معناها مرجع نظر لدى معناها فهمتني البلدان الأقليمية والدولية. اليوم راهو الاتحاد في سنة 2013 نتيجة الأزمة هذيك، رغم فما اتفاق في 2012 وأنه سيشرع في فتح مفاوضات اجتماعية في جويلية 2013، لكن نتيجة الوضع هذايا احنا أجلناها، وبالتالي معناها ما فماش زيادات في 2013. ولكن شنو اللي صار؟ عوض أن يكون هناك حد من الأسعار ولات انفلات كبير في الأسعار. اليوم احنا نعتقد وهذا تصارحنا به الحكومة معنا في لقائنا اللي جمعنا بها من 10 أيام تقريبا، وأنه لابد من فتح مفاوضات في علاقة بالأجر الأدنى. وهذا بالضبط وهذا وقع الاتفاق عليه مع بين الحكومة ومنظمة الاتحاد الصناعي والتجارة. ونحن نطالب
بفتح مفاوضات اجتماعية معنا فهمتني لتعديل نسبي للأجور رغم هذه الصعوبات. علاش؟ لأنه الأرقام اللي تحدثت عليها سي رضا ومش مهضمها سي زروق زروق كيفاش عندنا نسبة نمو 2.4 والحكومة الحالية طالب مقدرة معناها هي 2 4 لا مش 4 فماش 4 لا لا في الميزانية الأولانية كانت نسبة النمو 4% حتى في الميزانية 2012 فماش مش ممكن هذايا أضغاث أحلام وهذه معناها تقديرات غير واقعية لأنه ما نحبوش ندخلوا في تفاصيل تأثيث الميزانية وهذا مبحث كبير ويمكن سي رضا أشار إلى بعض جوانبه وعندنا قراءات احنا في الاتحاد في علاقة بطريقة تأثيث الميزانية. لكن دعني أقول وأنه حتى 2.1 اللي هي معناها نسبة النمو الحقيقية في 2013 2.1 وعما اقول هذا الارقام الارقام اللي تحصلنا عليها في لقائنا مع الحكومه معنا فهمت 2.1 او 2.2 هذه ما كانت لتكون لولا الزيادات نتاع 2012 لان الجزء الاكبر من نسبه النمو هذه جات نتيجه معناها التنشيط الدوره الاقتصاديه من خلال تلك الزيادات واللي ولا معناها فهمتني المواطن البسيط والزوالي وينجم يشري وينجم كذا مما يحفز بالتالي بالتالي احنا اليوم لما نطالب بمعناها مفاوضات اجتماعيه راهو في اطار ايضا الاخذ بعين الاعتبار خصوصيه وصعوبه المرحله وايضا في اطار تمثل تصور معناها فهمتني مرحلي للحد من اثار هذه الازمه الاقتصاديه التعليق عن الروبورتاج وبعد نعود تفضل تاخذنا على دقيق خبرك لتاكيد يعني مع المساله الاجتماعيه اللي ذكرها سمير هناك مساله اقتصاديه هامه جدا الا هو ما هي محركات النمو الاقتصادي عندنا ثلاث يعني التصدير ومش قاعد يخدم الاستثمار كذلك يعني بقي الاستهلاك والاستهلاك احنا نقولوا ماذا كان سيحدث لو لم تقع هناك زيادات ومفاوضات على مستوى الاجور شو مش يقع يعني حتى 2.6% المعلنه من طرف بعض وقت الاحصاء لم تكن ممكنه يعني لابد من الاشاره انه الاجور تلعب دور كبير في تنشيط الدور الاقتصادي الاقتصاديه فما شكون يقول وتعطينا كذلك تضخم مالي مش صحيح معناها يعني المعادله مش معناها اوتوماتيكيه لانه هناك انهيار على مستوى قيمه الدينار اللي اعطتنا تضخم مالي جاي من ركود عمليه الاستثمار وعمليه التصدير. نعم سي محمد ناخذ روبورتاج ثم نعود نبدا معك انت خاطر باش نحكي على الحلول المقترحه للخروج من الازمه من كل الاطراف. روبورتاج تاثير كما كنت تحكيه الان تاثير الازمه الاقتصاديه هذه والوضع الاقتصادي الصعب على الطبقات الضعيفه وعلى المواطن التونسي عموما وحديث لبعض الاطراف هذا روبورتاج مرر امس في نشره الثامنه الاخبار. واقع اقتصادي صعب يعيشه عدد من التونسيين منذ عدة أشهر نتيجة غلاء أسعار المواد الأساسية وارتفاع نسبة التضخم المالي عوامل أدت إلى تدهور القدرة الشرائية لدى طبقات ضعيفة ومتوسطة الدخل. المقدرة الشرائية بتاع المواطن التونسي تعبة تستحق يعني مراجعة. قفة المواطن ما عادش كما قبل باش يهز 10,000 مش باش تعمل له حتى شيء، باش يهز مثلا 20 مش باش تعمل له حتى شيء، خاصة كي تكون عنده عائلة. تحرمنا ما برشا حاجات، ما عادش نقدروا باش نشروهم، مش كما قبل. كل شيء غالي تو. أزمة اقتصادية هددت بتوسع الطبقة الفقيرة التي تمثل 15.7% من العدد الجملي للتونسيين، وأدت إلى تآكل الطبقة الوسطى وانزلاق عدد منها نحو عتبة الفقر. جل هؤلاء الذين هم تحت عتبة الفقر ما عندهمش دخل. واللي ما عندوش دخل تماما يعني قاعد يتأثر بشكل مباشر وصعب جدا من التضخم المالي ومن ارتفاع مستوى الأسعار وغلاء المعيشة. واللي لاحظناه أنه جزء من الطبقة المتوسطة اللي كانت تمثل تقريبا ثلثي الشعب التونسي قاعد تتآكل الآن. فئتان اجتماعيتان ستزدادان تضررا مع تزايد المطلبية المنادية خاصة بتحليل الأسعار ورفع القوانين التي تحد من هامش الربح، وهي مطالب تتطلب المراجعة حسب الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان. هناك أشياء ربما نقوم بها وقت تكون الأوضاع الاقتصادية جيدة
يعني فما نوع من تحرير أسعار وأشياء من هذا القبيل ممكن تصير من تكون أوضاع الاقتصادية صعبة وسيئة والمواطن يعني يعاني من ضياع كبير في 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 القدرة الشرائية بنسبة تقريبا 10% سنويا ونزيد ونثقل عليه يعني أشياء من هذا النوع. فالحقيقة بالنسبة للطبقة الفقيرة والمتوسطة هذا صعب جدا. منظمة الدفاع عن المستهلك دعت إلى إيجاد حلول عاجلة تحد من مزيد تدهور الطاقة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. منظمة طالبت الحكومة وطالبت المنظمات الأعراف باش عام 2014 نهدي الأمور ما نزيدش في الأسعار باش نرجع نسب التضخم ونسب ارتفاع مؤشر العام السالك العائلي إلى مستوياته العادية باش ينجم اقتصادنا يدور وتكون الطاقة الشرائية متاع المستهلك تكون مدعمة. لازمنا اليوم معناها نعطي الاعتبار الكافي للطبقة الفقيرة والطبقة اللي هي معناها القدرة الشرائية متاعها صارت يعني ضعيفة جدا. إن شاء الله يقع معناها برنامج خاص للطبقة هذه. النهوض بالطبقة الفقيرة وحماية الطبقة الوسطى تبقى من أولى أولويات المرحلة الراهنة لتحقيق التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. طيب هذا الروبورتاج الحقيقة نقول كلمة الحقيقة ملاحظة تجي حتى على الطار. الناس كل تحكي على الطبقات الفقيرة والناس كل معناها مشكلتها في الطبقات الفقيرة والطبقة الفقيرة بقيت فقيرة. نبدأ معك سي محمد نربط معك في الروبورتاج كان الزملاء في قسم الأخبار كان التقوا بيك. أنت طلبت الحكومة الآن بعدم الزيادة في الأسعار ولكن يبدو أن الحكومة أو السياسة الاقتصادية في البلاد ماشية في اتجاه تحرير الأسعار ما بيش على النار أكثر. فشنو الحلول اللي تراها الآن؟ هي معادلة صعبة. نعم. وراو في نسب التضخم والارتفاع مؤشر العام السالك العائلي. نعم. مش مضر للمستهلك بركة حتى اقتصاد في وسط نسبة تضخم عالية بيساعد حتى حد لا المستثمر الأجنبي يجيك في يبدأ يعرف فما نسبة تضخم عالية ما يجيكش ولا المستثمر المحلي يخاف. نعم. نحن المشكل نعرفوا اللي الأمور هي عميقة وأمور هيكلية ويزمها كما قالوا الخيان لازمها تفكير في العمق وحكومة يكون دائما بتاع 5 سنين لكن فما أمور حياتية ما تصبرش. هذيك هي هذيك هو المشكل. نحن تو من نحكيو سي سمير كان على الماكلة على العائلة الماكولات لكن راهو كنشوف النقل كنشوف السكن. سي محمد خد فعل معاه سي محمد تو انت منظمة الدفاع المستهلك تو انت ما تعرفوا انه تو فما مناسبات كبيرة جاية للتوانسة تنسي ثم رمضان جاي ثم عيد كبير عيد صغير ثم رونتي سكولير رونتي يونيفرسيتير يعني حاسس تتوقع انت تو المواطن في الحالة اللي هو فيها تو مع التضخم الموجود هذا غالي الأسعار باش يديك تصعب الحكاية. أنا بزوز توجهات هذيك نسب التنمية اللي هي كما قال سي سمير وما نجموش نعملوا أكثر منها. أنا نقول لازم يفهم موبيليزي سي سمير راهو هذه أمور حياتية راهو نسب التنمية النمو اللي خذوها اليوم قرار حكومي خذاته راهي مخترع حتى على نسب التضخم خاطر ما فماش خلقان ثورة ما فيه الكفاية باش نجم نتحكموا في الأسعار ونعطيو شو الحلول العملية سي محمد اللي اقترح حلول عملية. أنا الحلول العملية ما يسموش نطيشوا السلاح ما نهزوش يدينا لازم فما حوار وطني لازم نتكاتف لازم خاطر ما نجمو نعملوا نمو الا ما القطاع الخاص مازال مش محفز للامانه خاطر وقت اللي هو فما سوندار وقت اللي الدوله دخل موظف لازم القطاع الخاص يدخل 6 هذه مش موجوده اليوم زاد كيف لازم نعمل باش نحسن التصنيف الائتماني نتاعنا خاطر في ضوء زعما نسب الادخار الوطني نتاعنا طايحه نجم نحل مشكلتنا الا الاستثمار الخارجي. هذا هنا زاد كيفاش نجم نحسن في التصنيف الائتماني ما لازمناش نقعدوا نقولوا كهوا سي هذاك قدرنا. هذه راهي خطيره. تتوقع زياره رئيس الحكومه الاخيره الى الخليج برشا كلام سمعناه الحقيقه. ما نحبش ندخل معكم انتم في تفاصيل وقراءات برشا كلام تحل المواقع الاجتماعيه. واحد يقول لك رجع سيد رئيس الحكومه بخوفي حنين من الخليج هناك من يقول ما فما دعم هناك من يعني وكانوا تفضل مثالش وبعدين نرجع تعليق اذا كان حبيت تعليق لا مش لأنه هذا مستقبل بلادنا وإحنا معنا جزء من هالبلاد هذية والبلاد هذية ما إحناش مسلمين فيها معناها ولو صارت فيها أي إشكال ومهما كانت التضحية ولكن هذا البلاد راهم يخدموها كان أبنائها راهو يلزمنا نعولوا على قدراتنا وعلى ذكائنا الجمعي لمعناها هذا الشعب الكبير العظيم اللي معناها قدر باش معناها في كل الأزمات أنه يخرج بشكل معناها نموذجي وعمل ثورة اللي الناس وهنا فرصة باش نحطوا النقاط على الحروف الثورة هذه اللي
شبابنا والمفكرين منهم رئيسيا اللي رواوا التراب لبلاد هذية بدمهم من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وباش أنه يرسموا تونس أخرى جميلة قادرة باش تحفظن كل أبنائها وتكون معناها فهمتني نموذج للتعايش ولمعنى التقدم ولمعناها النمو وللازدهار. الغرب اللي سماها ثورة الياسمين وحب يزوقها ويعطيها توجه معين بدعوى أنه معناها نصير للديمقراطية. هذا الغرب نفسه، هذا الغرب نفسه معناها الحكومات المتعاقبة من يوم 14 جانفي إلى اليوم غرقونا بقروض معناها بفوائض كارثية، ونحن نرفض ونقولها بكل وضوح أنه نورث أبنائنا معناها فهمتني الديون والكريدي لصناديق معناها فهمتني استعمارية ما عندهاش معناها فهمتني غاية إلا الربح ومزيد من الربح. هذا مش معناها دعوة، وأنه احنا نستقيل ونقطع علاقاتنا ولا مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظومات، ولكن يلزم نحذر مليح. إذا كان اضطررنا للاقتراض يلزم هذاك الاقتراض يمشي في اتجاه التنمية وخلق الثروة. نعم. هذا مش حاصل. الزيارة الأخيرة متاع سيد مهدي جمعة إلى البلدان الخليج العربي، واللي يبدو أنه معناه من الناحية البروتوكولية والدبلوماسية كانت ناجحة وكان فما ترحاب به، ولكن يبدو أن هناك اشتراطات معناها سياسية مقابل الدعم. ونعرف جيدا وأنه لما قلت ما نحبوش معناها فهمتني راهو سيادة القرار الوطني، راهي مسألة مفصلية عندها تداعيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومستقبل البلاد. يبدو كانت فما اشتراطات في علاقة بنظرة الجديدة لبلدان الخارج العربي في علاقة بتنظيمات الإسلام السياسي والأخوان المسلمين والنهضة ويلزم التضييق. احنا شوف احنا راهو خيارنا معناه يلزمه يكون واضح. احنا تنجم تكون عندنا وجهات نظر من العديد التنظيمات السياسية سواء كانت معناها الدينية أو غير الدينية المتطرفة، هذا مرفوض، ولكن لا يجب أن يملي علينا حد معناها فهمتني سياساته معناها فهمت كذا. وبالتالي نعم. اليوم مطلوب سي معز باش نخرجوا ببلادنا أنه الناس الكليكة معناها فهمتني توقف شعارات ويجتمع معناها أصحاب القرار ومختلف مكونات معناها شعبنا ومجتمعنا على مائدة حوار لصياغة مشروع وطني اقتصادي اجتماعي متفق في شأنه يكرس شعارات الثورة. وهنا احنا مستعدين باش نضحوا ومزيد التضحية. أما من يملك معناها المليارات وفي بنوك معناها أجنبية وثم يتحدث معناها فهمتني على الزوالي زمنا معناها فهمتني نعاونوه، نعم. هذه شعارات راهي لا تغني ولا تسمن من جوع. كلامك سمير أكيد نفس التوجه هذا ياخذوا أصحاب القرار الحقيقة اللي مشاه وشافوا وتعاملوا، وكانت واضحة الحقيقة حتى من خلال متابعتنا الصحفية إلى هذه الزيارة، حتى من أسئلة الصحفيين للسيد رئيس الحكومة خرجنا على الوضع الاقتصادي ونحكيوا في أمور سياسية ومنظمة إرهابية ومتابعة كيفاش جاوب هو، وفما منظمات تغشت وناس تغشت، وكأنه وقع تغيير حتى مسار نوعية الزيارة. على تأكيد الكلام سي سمير يعني مترابطة مع بعضها الاقتصادي نعم والاجتماعي هذا على مستوى الملاحظة فقط الصحفية وليس إبداء الرأي. تفضل كمل فكرتك إذا نحكيوا على الحلول الاقتصادية اللي تو لازمها. شوف هو اليوم كما نحن ركزنا اليوم اللي فما كان الأجراء ولا الطاقات المتوسطة وضعيفة هي اللي لازمها تقوم بالواجب بتاع العمل، ما فيش شكل هذا زعما لازم نعطي العمل قيمة أكثر ونحفزه أكثر. لكن زاد فما ناس كل لازمها تهز الظن القفة. اليوم مثلا مش كل جباية ما تروح هذا الجباية ما نقولوه أكثر خلي ما نحكيوش على الجباية اللي هاربة من السوق الموازية وفيها حلول، هذيك لازم إرادة سياسية كبيرة. لازم الجباية الناس زاد كمام لازم نكونوا ساغمين في تطبيق القانون على الناس كل الجباية. لازم نحل مشكلة التهريب اللي فما موارد جبائية كبيرة، ولازم فما إرادة سياسية
سياسية قوية والحلول مش إرادة سياسية بركة وإمكانيات زادة ما نجموش نحلوا مشكلة التهريب اللي هي سبب مشاكلنا الكل اليوم سي سمية إلا بالإرادة السياسية بركة زادة تكون قوية لكن زادة بالإمكانيات ما فماش إمكانيات البلاد ما عندهاش إمكانيات دونك هذا دونك هذا لازم نعطي للفلاحة خطب حذانا ما نجمو الفلاحة عندها مشاكل كبيرة وأكبر مشكل هو التمويل اليوم في القطاع الفلاحي نحن معاملين عليه ياخذ كان في 3 أو 4% من نسبة القروض اللي تعطي فيها القطاع البنكي الكل هذا 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 مش معقول والتصدير ده التصدير نحن الدولة من عام 96 مدينا مع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وعملنا 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 والدولة أعطت فلوس ما هي فلوس في إطار الميزانيفو والتهيئة إكسترا وينو اليوم 11 مليار دينار ديفيسيت متاع البالانس كوميرسيال وينهم كل صراحة نقولوها وينو السيباكس وينو وينهم عندنا عندنا مئات المستشارين الاقتصاديين في السفارات اش قاعدين يعملوا كل صراحة نقولوها وين هنا زعما هنا لازم زادة نجموا نستعملوا التصدير خاطر عندنا طاقات إنتاج متمكنين من المهنة متاعنا منصهرين في الاقتصاد العالمي لازم نستعمل اليوم حل من الحلول هو باش نخلق الثروات اترافير التصدير باهي شكرا سامية سعيدان مدير عام للإنتاج الفلاحي باش نختم اللقاء فقط باش نعمل دورة صغيرة في كلمة الختام واستشراف المستقبل وطن جيدك سي رضا يبدو أنه فما معولين ياسر على على الميدان الفلاحي سيادتك مدير عام قلت الإنتاج الفلاحي شنو توقعاتك إلى صابة السنة كيفاش توقعاتك إلى مردود القطاع الفلاحي عام 2014 ليلة يزمو يطلع شوية حتى يعمل على الأقل التوازن التجاري والتوازن الاقتصادي صحيح سي معز أنا في البداية تحدثت على النتائج الإيجابية للقطاع لكن ما كانت ليش فرصة أني باش نقول أنه القطاع الفلاحي يعيش عديد الصعوبات وعديد المشاكل وتعرفوا معناها القطاع الفلاحي يشكو مديونية كبيرة وتعرفوا أنه القطاع الفلاحي هو القطاع اللي يتمتع بأقل تموين من البنوك دونك هذه كلها مسائل هامة وتتطلب معناها امكانيات ودرس وتتطلب وقت حتى كان باش نتحدثوا فيها دونك هذا لابد ان نشير له لكن رغم هالصعوبات وهالمشاكل وهالمديونيه الكبيره القطاع الفلاحي ما زال يعمل وهنا لابد ان نحييه الفلاحه على صبرهم والفلاح التونسي هو معروف بالصبر نتاعه وكان ما جاش الصبر نتاع الفلاح اليوم ما نلقاوش ما ناكلو دونك هذا لابد ان نقروا به الشيء هذا بالنسبة للموسم الحالي كيف كيف رغم الصعوبات اللي يعيشها الفلاح ورغم الارتفاع المتزايد في الكلفة اللي قاعد يواجه فيها لكن هو ما لوحش لعصا هو باقي ينتج والحمد لله بالنسبة للموسم الحالي ربي من علينا بالأمطار وكان وعاونه في الخدمة نتاعه معناها الإله سبحانه وتعالى عاون الفلاح في الجهد نتاعه وهذا إن شاء الله باش يكون فيه نتائج إن شاء الله تكون واعدة للموسم هذايا مازلنا احنا في البدايه بكري لسي زروق تحدث على الميزان التجاري يظهر لي اللي مازال ماهوش باهي في الشهرين الاولانيين للسنه هنا نحب نوضح وانه المنتوجات الفلاحيه بالنسبه للموسم ما تجيش في الشهرين الاولانيين نتاع السنه لكن معناها بون بالنسبه للجانب الفلاحي لكن اذا كان ننظروا للميزان التجاري بالنسبه للجانب الفلاحي ان شاء الله من هنا لاخر السنه حق أفضل النتائج هذه نتيجة الانتاج الواعد المنتظر بالنسبة لموسم 2014 سواء بالنسبة للزراعات الكبرى الحبوب وحتى الانتاج نتاع الزيتون رغم اللي معناها نظرا للامطار جات مبكره الزيتونه زاد استرجعت مدخراتها واليوم نشوفوا انه الزيتونه زاد مخرجه السبل اللي هو ممكن باش يعطينا الانتاج والحمد لله دونك نقولوا ربي يوصل بالسالم وربي معناها ان شاء الله القطاع الفلاحي كما القطاع السياحي كلمه الختام تاخذها سي رزاج كان داير الحلول تو تقترحها باختصار بعد ذيك سي انا تكلمت في البدايه على المناخات يعني اللي اشتغل فيها الحكومه وفي الحقيقة هذه الحكومة حكومة السيد المهدي جمعة هي محظوظة هي من رحم التوفق فهي تستطيع أن يعني تعمل في مناخ داخلي وحتى خارجي بعيد ربما عن التوتر حصلت على أغلبية مريحة في المشروعات التأسيسي هناك تقدم كبير في المسار الانتقالي هناك دستور يعني هناك هيئة انتخابية هناك يعني أنا أقول هناك سهلة. انقشاع غيوم التجاذبات السياسية وبزوغ شمس التوافق الوطني يعني هذه رسالة طمأنة للمستثمرين التونسيين نعم يعني الزيارة السيد المهدي جمع إلى الخليج
فيها حاجتين، هي إما جلب الأموال وتلك أعتقد أنها خيبة المسعى لأنه باش نزيدوا نضخموا في الديون الخارجية وما عندناش إمكانية نسترجع. نعم. لأنه نسترجع وباش بالتصدير نسترجع بالعملة صعبة لابد أن التصدير يدور. نعم. إذا كانوا الغاية منه هو جلب الاستثمار الخارجي فأعتقد أهم شيء نجم نعملوه هو نشجع الاستثمار المحلي لأنه الاستثمار الخارجي ما يجي يستثمر في تونس إلا ما أبناء تونس يستثمروا في تونس. لو كانوا يستثمروا هما وهم ما يجيوش. أعتقد أنه العقدة في المنشأة أنا حسب رأيي. نعم. اللي هي منذ بداية الثورة لم يقع توضيح مقاييس العدالة الانتقالية، هي العقدة في المنشار، يعني المستثمر لا يعرف روحه في دائرة المحاسبة أو ليس في دائرة المحاسبة، أعطيه ما شئت من الامتيازات الجبائية والمالية وكذلك ولكنه أنت ما وضحتلوش المقاييس العدالة الانتقالية، حتى إذا كان مقاييسك خاطئة على القليلة تربح 20% 30% 50% من المستثمرين. نعم. أعتقد أنه شجع المستثمرين التوانسة تو المستثمرين أجانب يجيوا بطبيعتهم. شكرا لك سيدي داش. كان ديري آخر كلمة باش ناخذها من عند سي سمير الشافي الأمين العام للموساد اتحاد الشغل، نظرة استشرافية للمستقبل يعني المطلوب اليوم. يعني نظرة استشرافية هو أنه التوانسة يلزمهم يقروا لبعضهم، يلزمنا نفهموا بعضنا ويلزمنا ما نغلطوش بعضنا وما نافقوش بعضنا، نقولوا الحقيقة كما هي ونحاولوا نغيروا ونحاولوا نتمثلوا تجارب أمم أخرى اللي عندها نفس تقريبا الخصوصيات كي البرازيل كي الهند من خلال العمل ومن خلال معناها النموذج خارج عن سياق هذا الخيار، معناها فهمتني نتاع المعولم نتاع الخيار الليبرالي المتوحش. اذا كان بقينا معناها اسرى هذا الخيار راهو لا مخرج ولا مناص لنا من معناها الخروج من هذه الازمه. اختم فاقول فما رقم بودي فرصه باش نصحه وهو من معيب معناها أنه بعض السادة معناها ممثلي أحزاب ونواب أنه علقوا الفشل هذايا على شماعة الاتحاد وعلى معناها الأضرابات. قال سي سمير بن عمر في أحد الحصص معناها الحوارية وأنه نتيجة الأزمة الاقتصادية هي نتيجة طبيعية باعتبار عندنا اتحاد في سنة 2013 عمل 35 ألف أضراب وحاولنا نصحه مرة واثنين وثلاثة ولكن عندي الوثيقة من وزارة الشؤون الاجتماعية واللي تبين وأنه عدد الأضرابات نقص في سنة 2013 ب24% ونكشف العدد الأضرابات اللي هما 235 أضراب قانوني و164 اضراب عشوائي نجم حتى يكون عمال ما هماش مهيكلين في نقابات والمجموع نتاعهم 399 اضراب في السنه كامله وبالتالي معناها راهو الاتحاد العام التونسي للشغل عندما يقرر الاضراب من باب الاضطرار وهو الاضراب ايضا ماهوش جريمه سي سمير وغير سمير الاضراب هو حق دستوري وهو معناها ومجتمعات تقاس ديمقراطيتها بمدى احترامها للحق النقابي والحق الشغالين. شكرا لكم على تلبيه الدعوه، شكرا على هذا الحديث اللي كنا قد متفائل لوضعيه اقتصاديه افضل الحقيقه في المستقبل القريب بالنسبه لتونسنا. نلتقي الجمعه الجايه ان شاء الله على عين المكان تكون حصه خاصه بولايه القصرين. شكرا لكم على تلبيه الدعوه، بارك الله فيكم سيدتي الكرام، صباح الخير والى اللقاء.